يقول واحد علماني ان الحدود غير مواتية ان تطبق كحد السرقة، يمكن ان تستبدل بالسجن. طيب انت عايلها من ناحية بتاعت ماديات او من ناحية بتاعت عقل. زوج سرق حكموا عليه بالسجن 6 شهور، قعدوا في السجن. ما حصل يوم الشيوعي ده سأل نفسه او الملحد ده الدار يبدلوا له والحدود دي، وما دار يبدلوا له والحدود لانه دار يمنع الجريمة، لانه ده من اعلى مقاصد الحدود ان تمنع الجرائم وان يكون في المجتمع الوقاية قبل وقوع الحدود. عشان كده بقول ربنا سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص شنو حياة. حياة معناها شنو؟ لما اشوف زول داك كتلو، الزول داك لما كتل كتلو تاني انا ما بقتل. لما انت تشوف الملك سلمان حفظه الله لقى امير قاعد سنوات كتل زول سنوات ما كتله، جابوا قدام الناس قال لهم انا اشوف اهله دايرين قصاص ولا دية؟ قالوا دايرين قصاص. قال امشوا، قالوا سرعوا وقصوه. ولما بعض الناس اتراخوا في الموضوع ده طوالي قام رسلوه قال له دخرت ليه؟ طوالي جابوا برا. يا ناس بتعفوا؟ قالوا ما دارين اي عفو، عرضوا عليهم مليارات قال لهم ما دارين عفو، طوالي قصاب. اذا كان لما تجي تشوف الزول اللي بيقتل هذاك اللي قتلوه قدام الناس في ساحه زي دي قتلوه، ثاني ما في زول بيمد ايده على زول، فهمت؟ ولا في تجار بتاعين اعضاء بيجوا، ولا في غيره ولا في غيره، ما بتجي. ليه؟ لانه الحدود والهيبه، فهمت؟ فلما يجي العلماني ويجي يقول يا اخي يسجنوه، الزول ده لما يسجنوه بيشيل من خزينه الدوله، يعني بدل المال الزول في السجن بيخلوه يموت يا اخواننا ولا بياكلوه صح ولا ما صح؟ وعنده برامج ثانيه بتاعت رعايه، لانه السجين ده بيدوه برنامج تثقيفي عشان يمرق للمجتمع ده انسان صالح. البرنامج ده برضه عنده ميزانيه، فهمت؟ وكمان اذا كان الميزانيه ماسكه كوز دي بتكون ميزانيه مقدوده مره واحده، فهمت؟ فيتخيل زول بعد ما سرق بدل ما يقطع ايده مشوا دخلوه السجن. يعني انت سرقوا منك قروشك وبعد شويه مشيت السوق دار تشتري لقيت العيشه زادت، ما لا زادت، لانه يا اخواننا والله ما قدرنا، الدوله دي تكاليفها كثيره، لابد ان احنا نعوضها في حاجات ثانيه. رجعت لمنو؟ رجعت لك انت، سرقوا منك ذاته. اها كده انت تورطت مرتين صح ولا ما صح؟ لكن زول دار يسرق قطعوا له ايده دي قطعوا عليه، الزول الدار يسرق ثاني ما بيقطع، ثاني ما بيسرق لانه بيشوف انه حيبقى قدام المجتمع انسان ذليل وحيبقى قدام المجتمع مفضوح، حيقوم يقف من السرقه. فوق ذلك الزول الدار يسرق ده بعد مرات بيطلع على عورات الناس. حرامي تلف في بيت الناس بالليل نايمين، ممكن يكون زول بالليل نايم بجلابيه وعمه ونضاره عشان لاقاك، والمراه تكون مغطغطه ومدمدمه، الزول بيرتاح في بيته، فهمت؟ والزول بينستر بالبيت. فده لما يجي يطلع على العورات دي ما جريمه ذاتها؟ والامن، وزول لو قام عليه وقام قتل الحرامي ما بجوز لك تقتله، وان كان حرامي وسارق ما بجوز لك تقتله، لكن لو قام قتله يقول لك للاستفزاز الشديد، هذه جريمة وقعت في المجتمع، كده المجتمع كله بيتصاب. عشان كده شوف الحدود دي فيها رحمة، والزول اللي بيعاين لأنه يكون سجن ها ده بعاين للحرامي وما بعاين للمجتمع. هما داري يقول لك إنه يا أخي فيها غسوة، ده ما كلام الملحدين والعلمانيين، يقول لك الحدود دي فيها قسوة. طيب الزول لما يجي يسرق قروش زول عنده عملية بتاعت قريبه بتاعت كلى وعنده فشل كلوي وزول بيشحت فيها وبيمشي ديوان الزكاة وبيمشي وين؟ يجي الحرامي يسرقها منه وزول ذاك يموت، رأيك شنو في الكلام ده؟ لما زول يكون عنده زول مريض موديه برا السودان وزول شغال وأولاده شغالين ومرته شغالة ويمشي يتعب ويلم القروش عشان يسافر برا عشان يعالج له مريض، ده يجي يسرق القروش يسرقها والزول ذاك في النهاية المريض ده يموت، أنت رأيك شنو في الكلام ده؟ ليه ما عاينت للمجتمع؟ ولذلك يا اخواننا الحدود دي فيها صيانه للمجتمع. ها؟ صيانه للمجتمع وفيها حياء للناس، الناس تعمر والناس تأمن
لأنه إذا وجد الأمن وجدت شنو؟ وجدت عمارة الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وربنا أنا امتن على أهل مكة في صورة قريش، قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عرفتها؟ عشان كده العلماء قالوا الأمن والرخاء والشبع مرتبطان، أو ممكن بلغة ناس الرياضيات نسمي العلاقة بيناتهم علاقة طردية، والعكس بالعكس صحيح. كويس؟ يتخيل بجاي البلد كاتمة والمشاكل مدورة، بتاع الدكان بيفتح دكان وكده، ما في زول بيفتح دكان، ما في زول بيمشي في شارع. يا أخي الأيام الفاتت دي لما قالوا الناس بيسرقوا الأعضاء، الناس دي كلها بقت شفتها بصل والدة، تجي بعد المغرب تلقاه فاضي بني آدم، ما في الناس دي من بدري بترجع. حتى الظاهرة الشينة ديك في وحدات بيقيف أنا أشير للعربات، الظاهرة ديك الحمد لله الأيامات ديك بقت ما في، تلقى الشارع فاضي، لو في صعاليق يلف كده، لو لقى بتاع الأعضاء ده ممكن يتشاكل معاه، فهمت؟ لأنه بور له سوقه. كويس؟ الأمن إذا ما في، أنت قلة أدب ساي ما بكون عندك، فهمت؟ قلة أدب ما بكون عندك. فده يا إخواننا إنسان بيعاين وينظر إلى مصلحة السارق والمجرم الموجود في المجتمع ليفسد المجتمع، ولا ينظر إلى مصلحة المجتمع، ما بيعاين ليه مصلحة المجتمع، عرفتها؟ ده غير إنه الحدود فيها تطهير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أصاب من تلك الأقدار شيئا، قال فحد أو أصابه الحد، قال كان كفارة له. يعني أنا لما أسري وأبلغ حد النصاب ويقطعوا يدي، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي السرقة اللي أنا سرقتها. طيب لما تسجني ربنا بيغفر لي حدك اللي أنت شرعته من راسك ده؟ هل ده بيغفر لي ذنوبي؟ شوف الشريعة دي كيف، حق المجتمع وحق السارق وحق رب العالمين كله مبضيع، لأنه دي شريعة كاملة، فهمت؟ عشان ما يجيك العلمانيين ديل وقاموا جو قالوا يا أخي قالوا عمر بن الخطاب، ديل الولادات الملحدين قبل أيام، قالوا عمر بن الخطاب عطل حد السرقة عام الرمادة. أول حاجة القصة دي من ناحية إسناد ما ثابتة، مع إنه ذاك شعبي وبقول إنه ما بيؤمن بالسنة. طيب تؤمن بعام الرمادة ليه؟ ليه تؤمن بعام الرمادة؟ لو افترضنا معاك إنه القصة صحيحة، عمر بن الخطاب ما كان بيقطع يد الزول السارق ليشبع جوعته لوجود الشبهة، والشبهة في الإسلام مانع من موانع إقامة الحد. يعني ما يزول سرق بيقوموا شنو؟ يقطعوا له يده طوالي، في حاجة يسمى مال يكون في حرز، فهمت؟ لأنه ممكن يكون المال في حرز ويكون نمرة اثنين المال يكون ما حقك، ممكن يكون زول من هوايته إنه بديس قروش ويتلب لها بالليل داري شيء، زول يكون مجنون مثلا أو مسطول، ده بتقطع يده؟ ما بتقطع يده، فهمت؟ ومنها أن يبلغ المال حد النصاب، عرفت؟ ومنها أن لا تكون هناك شبهة، دي من الشبهات، النبي صلى الله عليه وسلم قال ادروا الحدود شنو؟ بالشبهات. فدي كلها الناس ما فاهمين الحاصل، ما ممكن زول سرق له في عام الرمادة، زول لقى له جدادة مطرفة قام سرق عشان ياكل، ده ما بغيموا عليه الحد. انت يا شيوخ حصل يوم خطفت لك سندويتش من كافتيريا قاموا قطعوا لك ايدك؟ نحن لو مسكنا البلد ما بنقطع ايدك، لكن بنعزرك. العلماء قالوا هو ما بيترك لكن ما يقام عليه الحد، يعزر، نقوم نجلدك، نقوم نشغلك اشغال شاقه، فهمت؟ نخليك تمسح بيوت المسلمين ان شاء الله، نعمل مشروع النظافه لولايه الخرطوم الزمن ذاك ان شاء الله، نشغلك اي حد المهم، لكن ما بنغيم عليك الحد. ده الاستدلال بعام الرماد، ودين الناس ما فاهمين الحاصل. طيب